الجدعان بتوع العفش اللي هنا دول. هو الشارع ده هنا يوازي طلعت حرب كده في مصر. هو في واحد هناك اسمه ملك المنتهى. هو ده بقى يا معلم اللي عبد الرحيم عمرو بينقش منه كل حاجه. المفروض نعرفه ان البربري دي فرع ايه؟ بس باسم تاني يا شيخ. يا عم انت نازل بالفانيلا. بص يا اهبل يا اهبل. ايه مش فاهم ايه الحركه دي؟ عايز ايه يعني؟ عايز ايه؟ انت اللي فاتك في موضوع العفش ده؟ طب ما تسال الست دي يا شيخ عن حد بتاع اكسكيوزمي. الناس مش متعاونه هنا خالص خالص. مش فريندز خالص. مش فاميليار خالص. مش فريندشيب. ما ننزل نبص في المحلات دي. طيب انزل ابص على هدومي عشان احنا عايزين عفش يا حبيبي. اه بس الهدوم ارخص هنا. انا كذا كرسي يعجبني واحنا ماشيين بس يطلعوا كافيهات عادي. في نجف هنا في المحل ده يا جماعه. كل دي كافيهات ومطاعم بس. السلام عليكم. الحنفيه دي ولا انا مش فاهم؟ اشرب كده. ده ايه ده؟ ده اللي بيتاكل ولا ده اللي بيتشرب؟ تعرف تعمل دي؟ تيجي ناخد سيلفي. السيلفي سيلفي السيلفي السيلفي. تعالوا تعالوا. حلوه دي ولا ايه؟ انا اتهلكت سواقه. ايه دي الوكاله؟ خش خش ما حدش حاجه. مالك يا عم؟ حاسب حاسب يا عم. يا برنس استفاد يعني دوس الحاجات اللي هتشتريها. هو ده تحفه. لا بص تعالى بقى. حلوه دي باشا. بكام دي؟ 60 يوروز. لا مش عايزها 60 يوروز. سوري. تعالى فاهم احنا بنجيب موبايل يا حبيبي في السكة كده يا شيكو. حلو ده ولا صغير قوي؟ لا صحش. انه مش مقاسك يبقى مش مقاسي اكيد. بكام دي؟ بليز دونت تاتش بليز. ليه؟ بكام طيب؟ دونت تاتش ثينكس بليز. ماشي. فيري اكسبنسيف. حلوه الحاجات دي. الفضيات عندهم تحفه جدا يعني. جميله جدا. تعال ناخد التمثال ده يا حبيبي. ده مطعم. ده مطعم. ده تبع المطعم. مش تبع ال... ناخد الاسد ده. ناخد اللي جنبه. بليز دونت تاتش ذا ثينكس بليز. اتاكد بس انها مش مضروبه. فيري اكسبنسيف ثينك. دونت تاتش. مش مظبوطه. دونت تاتش. مش مظبوطه. اتس ناو 12. اتس اوكي. اكسكيوز مي. عايزين سفره. يس. سفره. ده لازم اخد السته. ما 6 وي ار 3 اونلي نو. طب ايه ده؟ ايه ده؟ اتس فيري نايس. انت غبي يا ابني. ربنا يخليهم لك يا حاج. ربنا يخليهم. الف سلامه. بقول لك ايه؟ عايزين نجيب سجاد بقى. وات؟ نعم؟ خلاص 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 يا شيكو. ثواني فاهم. خلاص يا شيكو. راجل كبير. راجل كبير. واتس ذا بروبلم؟ خلاص. اوكي. خلاص خلاص. هو جاب ورا. انتيكا الكنبه دي؟ نعم. انتيكا؟ وليد انتيكا. بكام؟ نعم. هاو ماتش؟ 500 يوروز. انت حرامي نو؟ 100 يوروز. يو نو انت حرامي. اوكي. حلو الكرسي ده. هاو ماتش؟ 20 يوروز. 2 يوروز. 15 يوروز. 5 يوروز. 10 يوروز اند يوروز. اوكي. ايه ده؟ دي اسمه ايه ده؟ حاجات دكتور سنان. الواد كريم ممكن يتبسط بيها جدا. بس خد بالك دي عليها بقى امراض وايدز وكده. احنا هنا ما اخترعوا الايدز علاج خلاص في مصر بقى. طب هات كذا واحد. هجيب كذا. وات از ذس؟ سنارة؟ اتس ا ماشين. سنارة فور فيشنج؟ نو. ها؟ اتس فور دنتال. دنتال؟ دنتال. لا يا راجل. ها؟ شيء ها؟ استظرف انت. ها؟ اوكي. دمك خفيف. الله ايه رايك؟ عجباني. هي بص بصراحه ناقصه شويه. هي كانت عايزه فورمه ذهب. حاجات فورم ذهب كده زي البربري عندنا بيعملوها حلوه قوي. لا بس بص انا مش معاك في حته الذهب دي لان الحيطه عندك اصلا ديجرادي فدي هترد عليها حلو. بس احنا الديجرادي عندنا ازرق. فالازرق مع الاخضر والاصفر ده بصراحه مش مشكله. بس هي شكلها مريح. تعال نجرب. بصراحه تعال نجرب. يلا. بس الكلمه دي على فكره ثلاثه. خد بالك ممكن ما تاخدهاش كل ده. استنى. حلو. خد اثنين. هشام يخش. هشام كده؟ هشام اللي ما اعرفش يا عم. الله اعلم ماليش دعوه. بس
استنى بقى، لا استنى ارجع عشان كنا بنقيس، كنا بنقيس كده، ارجع اتفسها في النص يا شيخ. ها ايوه بس كده. خدتوها بكام الكنبه دي؟ حلوه ما خدناهاش لسه. حلوه نجيبها؟ اه حلو. طب يلا شيلها على العربيه. مقاسنا بالظبط. يلا شيلها وهات الحاجات التانيه اللي اشتريناها. يلا شيلها فين؟ حمل كله على العربيه.